النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية أو النشرة الجوية الأسبوعية المتوقعة. يوم غد الأحد انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن الأجواء تبقى معتدلة لطيفة ليلا. المنطقة المناطق الشمالية العظمى 27 والصغرى 15، طبعا تظهر السحب العالية. المنطقة الوسطى عمان بحدود 25-15، المناطق الجنوبية 23-15، البادية الجنوبية 29-13، وخليج العقبة 34-22 درجة مئوية. منطقة البادية الشرقية 31-12 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم الاثنين هناك ارتفاع على درجات الحرارة، حيث تصبح الأجواء ما بين معتدلة إلى حارة نسبيا. المناطق الشمالية 30-19، عمان 28-17، عمان والمنطقة الوسطى، المنطقة الجنوبية بحدود 26-18، البادية الجنوبية 30-15، وخليج العقبة 36-24 درجة مئوي، والبادية الشرقية 29-13 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام. المناطق الشمالية 32-20، منطقة عمان والمناطق الوسطى 29-18، المناطق الجنوبية 28-18، خليج العقبة 38-25، البادية الجنوبية 31-18، والبادية الشرقية 33-15 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا تبقى الأجواء حارة نسبيا إلى حارة، المناطق الشمالية 32-18، منطقة عمان والمنطقة الوسطى 30-17، المناطق الجنوبية 29-19، الخليج العقبة 39-27، ومنطقة البادية الجنوبية 32-18، والبادية الشرقية 35-19 درجة مئوي. إنه يوم الأربعاء أيضا ستكون تنشط الرياح، وبالتالي يمكن أن يكون هناك إثارة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. يوم الخميس انخفاض قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى الأجواء دافئة إلى حارة نسبيا، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العظمى في المناطق الشمالية 28 والصغرى 22، عمان 27-21، المنطقة الجنوبية 29-23، البادية الجنوبية 32-22، وخليج العقبة 39-28 درجة مئوي. منطقة البادية الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 34-20 درجة مئوي. والأحوال الجوية المتوقعة يوم الجمعة القادم، يوم الجمعة القادم ارتفاع كبير على درجات الحرارة، أجواء حارة بشكل عام، المناطق الشمالية 35-17، منطقة عمان والمنطقة الوسطى 34-16، وأيضا المناطق الجنوبية 32-15، الخليج العقبة 35-24، والبادية الجنوبية 35-17، مع أجواء مغبرة وتدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح. وأيضا البادية الشرقية أجواء مغبرة وحارة و38 العظمى والصغرى 17 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع أوقات سعيدة بأجواء دافئة ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير، ولكم تحية طيبة مني ومن طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر.
كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.